السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حديقة تي في. في هذا الفيديو نشاهد طبعا بعدما جئنا للطبيعة ضواحي المدينة كما تشاهدون تعبانا ميتا دهسته السيارات. على الطريق دائما خطر الدهس للزواحف، سواء الثعابين أو السحليات أو السلاحف أو الأرانب، كذلك من الثدييات أو قنافذ، أيضا كذلك حتى الخنزير البري يتعرض للدهس من طرف السيارات.